مشاهدينا حول العالم اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم افضل. عالم افضل لديه الايمان الثابت وايضا المعرفه الكتابيه القويه التي تساعد في مواجهه بعض الافكار الغريبه والتيارات والهرطقات التي تغزو عقول البعض في هذه الايام وايضا الاسئله التشكيكيه التي تطرح من قبل المشككين بهدف الطعن في صحه الكتاب المقدس وايضا اتهامه بالتحريف الكتاب المقدس الفريد والمتفرد في قوه تاثيره وحده موضوعه صدق نبواته دقته العلميه وايضا فهو صالح ونافع وملائم لكل زمان ومكان وانسان على مر العصور اذا ما هي اهميه اثبات صحه الكتاب المقدس وايضا ما هي الادله والبراهين والاثباتات التي تؤكد صحه الكتاب المقدس وما هي الطرق التي ينبغي ان نتبعها في تاكيد ذلك هذا احبائي ما سوف يلقى الضوء عليه في هذا اللقاء مع ضيفنا والموجود معنا باستديوهات قناة الكرمة الأستاذ الدكتور داوود رياض أستاذ علم مقارنة الأديان بكلية اللاهوت بمصر أهلا وسهلا بيك دكتور أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك دكتور مش أول مرة معنا في البرنامج لكن مرات عديدة وموضوعات عديدة ولكن تهمس الأمور اللاهوتية المصار عليها يعني خلافات كثيرة في هذه الأيام وبنصلي في اسم يسوع الرب يستخدمك وسطينا النهارده فعلا بتحط النقط على الحروف في موضوعات حاسمه تخص وتهم صحه الكتاب المقدس مره تانيه أهلاً وسهلاً بيك دكتور أهلاً وسهلاً أحبائي سعداء جدا نتواصل معاكم من خلال الشاشة ولكن أيضاً عبر الهاتف حتى نسمع كل أسئلة وتعليقات لديكم تهم هذا الموضوع صحة الكتاب المقدس ولكن قبل الدخول لجوهر موضوعنا تعالوا معاً نستمتع بكلمات هذه الترنيمة كل البشارة،, كل البشارة وأطيب أطيب الأخبار كل ما عند الله قالوا كل ما عند الله قالوا في يسوع في يسوع نكتار كل البشارة وأطيب أطيب الأخبار كل ما عند الله قالوا بيسوع المختار كل البشارة وأطيب أطيب الأخضار أطيب الأخبار, آه كل الله كل أطيب الأخبار كل ما عند الله قالوا يسوع المختار كل البشارة وأطيب أطيب الأخبار كل ما عند الله قالوا يسوع المختار وعدنا بحياة أبدية وده أصل الدهور قبل الأزمنة الأزلية حط رجاء وسرور بالمسح <متحدث> لابني الوحيد نبقى ولاد الله، اه والروح فينا للتمجيد يا لعزنا، وعدنا بحياه ابديه، وده قصد الدهور، قبل الأزمين الهزليه، خط رجاء وسرور، بالمسح الوحيد نبقى أولاد الله أطيب الأخبار, آه أطيب, أطيب الأخبار كل ما عند الله قالوا في يسوع المختار كل البشارة وأطيب أطيب الأخبار كل ما عند الله قالوا في يسوع المختار هذا مبشر المساكين ملكوت السماوات من يوضع على الجالسين بالظلمة كأموات و. الحياة لكل الطائع بالإيمان للرب الإله هذا مبشر المساكين ملكوت السماوات آه من على الجليس أطيب الأخبار اه كل ما عند الله قالوا يسوع في يسوع كل البشاره واطيب اطيب الاخبار اه كل ما عند الله قالوا يسوع المختار نسمع صوت الله نسمع صوت الله بيقول ده زمن افتقار كل اللي امن هينوح هبة الله ويزداد نعمة فوق نعمة وافراح من ملء المسيح من قوة لقوة لسلاح الروح بالتسبيح نسمع صوت الله بيقول يا زمن افتقاد كل اللي يا يعينون هبت الله ويزداد نعمة فوق نعمة وأفراح من ملء المسيح من قوة لقوة وسلاح الروح بالتسبيح كل البشارة وأطيب أطيب الأخبار كل ما عند الله قالوا في يسوع المختار أطيب الأخبار آه كل ما عند الله قالوا يسوع المختار لا يوجد تحت السماء اسمع طه الله آخر آه اسم المسيح يسوع لخلاص الخطاة والأن الآتي من فوق هو فوق الجميع طوبى اللي يشوف ويدور ويا بخت اللي يطيع لا يوجد تحت السماء اسمع تغلى اسم المسيح يسوع يخلص الخطاه ولانه القديم الفوق هو فوق الجميع طوبى اللي يشوف ويا بخت اللي دي. أطيب آه كل واطيب اطيب الاخبار كل ما عند الله قالوا في يسوع المختار كل البشارة واطيب اطيب الاخبار كل ما عند الله قالوا كل ما عند الله قالوا في يسوع المختار So... Oh. مع دكتور داوود نعرف هل هناك أهمية لإثبات صحة الكتاب المقدس؟ تفضل دكتور. هو الحقيقة أهمية إثبات صحة الكتاب المقدس لها على الأقل أهميتين كبار جداً. الأهمية الأولى طبعا لأنه هو محارب وفي اضطهاد ضده أنه مرات ناس يقولوا لنا لا الكتاب مش صحيح الكتاب الصحيح مش عارف إنجيل برنابة الكتاب الصحيح عندكم أربع أناجيل إزاي في إنجيل صح وإنجيل فين الإنجيل اللي الجيل المسيح إلى آخر الاعتراضات على صحة الكتاب فإحنا أول حاجة نحتاج نسبة صحة الكتاب سبب جوهري أنه الكتاب محارب أنه فيه آه يعني تشكيك في صحه الكتاب لكن سبب تاني مش ثانوي ولا حاجه سبب اساسي برضو انه اي عقيده مسيحيه اخرى لما بنيجي نثبتها اساسا بنعتمد على صحه الكتاب فلو مثلا حد بيقول لا المسيح ما اتصلبش فانا ممكن اقول ادله من التاريخ وادله من المنطق وادله مش عارف ايه والناس عبدوا ايه وفي التاريخ كان في ايه و... وسنه 33 ميلاديه حصل ايه والكلام والاثار وحاجات كتير جدا عن الصليب لكن هاجي في الاخر المرجع الاولي بتاعي هو صحة الكتاب فلو جيت اثبت ان الصليب حادثة تاريخية حقيقية وابتديت ارجع للكتاب فممكن يقول لي لا طب أنت بتستخدم كتاب ليه مين قال لك ان الكتاب صحيح فهنرجع ليه مرة تانية عشان كده اي عقيدة مسيحية زي صلب المسيح زي موضوع الثالوث زي ألوهية المسيح زي التجسد اي عقيده مسيحيه واحنا بنحاول يعني نثبتها ممكن في ادله منطقيه وفي ادله من يعني من كذا مجال لكن لما نيجي للمجال الروحي او المجال بقى الكتابي هنرجع ها. لصحه الكتاب فقولي لا انت بتستخدم دي دي ايه في الانجيل ومين قالك الانجيل سليم فهنرجع مره تانية لاثبات صحه الكتاب المقدس فهو نحتاج اثبات صحته لانه في حرب ضده ففي اسئله ضد مباشره لكن كمان اذا كنا بنتكلم عن صحه اي عقيده مسيحيه واحنا بنشرحها ممكن يكون عندنا ادله مختلفه لكن الدليل لا يبقى الافضل او الاقوى هنرجع ليه من الكتاب لان العقائد المسيحيه تعتمد على الكتاب فاذا واحنا بالنسبه عقيده مسيحيه رجعنا لايات كتابيه ممكن قوي تبقى موضوع يعني تشكيك يقول لك الله طب انت بتستخدم دي ايات دي ايات من الانجيل ومين قال لك الانجيل سليم؟ فهنا ممكن احتاج اثبت الكتاب مره ثانيه، فيبقى في عندنا سببين جوهريين، سبب الاولي انه ممكن يكون في حاجات تشكيكيه ضد كتاب مباشره او ضد عقيده اخرى فلما نتكلم عن العقيده ونشرح العقيده احنا هنحتاج نعتمد على الكتاب لان هو سلاحنا الاولي. <applause> وكان حضرتك عايز تقول الدستور والمرجع الوحيد اللي برجع له في كل قضايا القضايا عايز اقول الموجهه لكل جوانب او امور عقائديه تمام البرهان الوحيد والمرجع هو الكتاب المقدس فمهم جدا اثبت صدق الكتاب المقدس وصحه الكتاب المقدس وخلوه من اي تحريف او تشويش حتى لما ابني عليه امور انا ببني على مرجع لا جدال فيه. تمام. بس تمام حضرتك قلت حرب كتير عليه ويعني عايز أقول أصابع الاتهام الكثيرة اللي لو يعني بنشوف لو كل واحد فكر وهو بيتهم وفكر يعني هو بيعتقد بإيه أو شكل نظرته اللي شايف بيها الكتاب المقدس إزاي الأمور هتختلف وصباع الاتهام هيبدأ يوجه لشخصه ويبدأ يفكر أنا فين من الكتاب المقدس ليه يعني قبل برضو ما نقول ايه الطرق اللي بيها نقدر نثبت صحه الكتاب المقدس ليه يا دكتور هذه الحرب العنيفه ضد الكتاب المقدس والخوف من الكتاب المقدس والتشكيك في الكتاب المقدس وخوف الناس انها تفتح وتعرف الكتاب المقدس ليه رعب القيادات الـ يعني الـ من, الـ من الاديان الاخرى ان الناس بكل يعني ما أوتيوا من قوه ممنوع تمسك الكتاب المقدس بدايه بانه محرف ليه كل الحرب دي؟ والحقيقه سبب الحرب جوهري جدا وبسيط جدا هو انه هو كلام الله والعالم فيه قوتين روحيتين ضد بعض yeah. يعني واحنا احنا كمؤمنين احنا في حرب روحيه اذا كنا ندرك لا. ذلك تمام يبقى احنا مؤمنين بصحيح بس اذا لم ندرك ذلك ففي علامه استفهام على حياتنا انه الدنيا اذا كانت ماشيه معانا كده لا في مشكله اذا انا ماشي عكس الطيار يبقى انا yeah. بطاوع الله, yeah. آه الله وماشي مع مع الله ومش مع العالم no. من الاول خالص من بدايه الخليقه لما الله كان خلق ادم وحواء وعايشين في الجنه وبيستمتعوا بعلاقتهم مع الله والدنيا ماشيه تمام معاهم قال لهم كلوا من كل الشجر واستمتعوا وعيشوا لكن معايا ده الشجره دي بلاش دي بس ياه yeah. طب ما الدنيا هايلة اهي yeah. لكن لأنه الشيطان هو ضد الله فمنتهى البساطة جه شككهم في كلام الله فقال لهم أحقا قال الله ألا تأكل من الشجرة فباختصار شديد الحرب اللي ضد الكتاب لأنه كلام الله فكل هذه الحروب يستخدمها الشيطان من البدايه من اول ادم الشيطان هو القوه العظمى رئيس سلطان هذا العالم قوه عظيمه جدا لا يفوقها الا قوه الله واحنا في حياتنا اذا كانت الحكايه ماشيه معانا ناعمه ويعني مش حاسين بحروب وماشيين مع العالم احتمال كتير نكون ماشيين مع طيار العالم لكن اذا كنا هنعبد الله بالروح والحق هنكتشف انه في العالم سيكون لنا ضيق هيكون في <applause> اعتراضات على حياتنا، يكون في اعتراضات على فكرنا، هيكون العالم كله بيغش واحنا المفروض ما نغش، هيكون كل يقول لك ده كل الناس بتعمل كذا، معنى انت يا اخويا لا هتعقدها؟ عشان انا ابن الله، عشان انا بسمع كلام الله. فببساطه ان الشيطان يستخدم كل القاده وكل الرياسات وكل الـ 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 يعني هو في الشيطان وفي جنوده. الجنود دول ممكن يكونوا اشخاص، يستخدمهم الشيطان. فالحقيقة هي حرب ضد الله وضد أبناء الله وضد اللي عايز يمشي في طريق الله ودايما من أول الخليقة الشيطان شكك آدم وللأسف سقط والسقوط بتاع آدم كان بسبب في اللغة العربية ألف همزة بس حطها فوق كلمة حقا حطله كده ألف همزة فبيت سؤال أحقا قال الله ألا تأكل من الشجرة يعني الإجابة سيمبل قوي آه نعم خلصت لكن لا سمع السؤال شك قال له ده انت كمل بقى الاغراء ده انت لما تاكل منها هتبقى زي الله عارف الخير والشر وهنا اختبار كبرياء ادم ابتدى عايز بقى يبقى زي الله عارف الخير والشر فسمع الشيطان كل الحروب اللي فيها تجارب واللي فيها حاجه ضد الكتاب هي اساسا ضد كاتب الكتاب ضد الله لان الكتاب المقدس هو كلمه الله المعصومه عشان كده الشيطان بيستخدم كل وسيله وعلى فكره الناس ما تاخدش بالها من الشيطان ولا بتاع ده هم بيقول لك يا عم سعى قلبك وساعة ربك وخليك مع الدنيا و وامور شكلها الشيطان ما بيجيش مباشر ويقوله له على فكره انا الشيطان بقول لك كذا لا بيجي بغراء الشيطان طول عمره ما يظهر بصوره عفريت زي ما احنا بنصوره الفنانين يرسموا واحد مش عارف اسود وشعره ولا صوابعه ولا ضوافره طويله وبتاله. لا لا لا, لا. الشيطان كتابيا يظهر كملاك نور نعم. بيظهر كفكرة نعمة نعم. بيظهر في فكرة جميلة الله جميل يحب yeah. الجمال والحب والجمال لغاية ما يبقى وقع في الرزيلة وتبقى البداية yeah. شكلها جميل عشان كده كل ما هو في الكتاب محارب بسبب انه كلام الله فحرب ضد الكتاب ببساطة لانه كلام الله والحروب شيطانية حتى لو لم تبدو انها شيطانية الناس بتفتكر ان ده التيار العام فعلا العالم وضع في الشرير، فالعالم مه. كله في الشرير، وبالتالي اللي بيحاول يقوده هو الشر مه. هو الشرير، وابو الكذاب وابو كل كذاب هو الشيطان نفسه وجنوده، بالتالي والدنيا ماشي والعالم ماشي كده، احنا الدنيا كلها بتعمل كده، يا عم انت ليه معقد الامور؟ انت ليه يعني تقعد مش عارف تسيبنا عشان تروح تصلي تعمل مش الحقيقه انه بمنتهى البساطه كل سلوك روحي الشيطان بيحاول يلاقي حاجه ضده، ويخاول ويحاول يخاولنا يعني احنا حاولنا احنا الى ان احنا نبقى بنقتنع بافكار العالم اللي هي ضد افكار الله. فالكتاب محارب لانه كتاب الله لانه كلام الله والشيطان بيحاول يعكس الكلام بتاع الله يحاول يستخدمه. على فكره كمان من ضمن الحاجات الغريبه انه حتى الشيطان لما جه المسيح على الارض لما هيبتدي الخدمة راح جرب المسيح نفسه أنا عندي م -م. فكرة مش تأملية مش صعبة يعني هي تأملية بس الفكرة لاهوتيه صح yeah. أنا رأيي أنه الشيطان لو عارف ان هو ده الله الظاهر في الجسد هو طبعا لم يدرك هذه لأنه م -م. أب أفكار الله أعلى من أن الشيطان يدركها yeah. فلما المسيح في التجسد كان هو الله الظاهر في الجسد عشان كده الشيطان مش قادر يتصور أنه في إنسان يبقى هو الله الظاهر في الجسد فراح yeah. للتجربة وكمان الغريب أنه لما راح في التجربه شوف الاستخدام السلبي استخدم كلام الله بس اوت اوف كونتكست اوت بره القرينه بتاعته عشان يبدو انه كلام الله وفاكر المسيح مجرد انسان هيقول له الكلام وهو عارف ان ده شخص متدين وانه شخص عظيم ممكن يكون نبي ممكن يكون لكن مش قادر يدرك انه ده الله الظاهر في الجسد عشان كده بيتحداه ان كنت ابن الله فاعمل كذا ان كنت مش عارف ايه اسكت وانا هدي لك الممالك اعمل وسوي وبعدين حاول يجرب المسيح والمشكله كمان انه بكلام الكتاب بس استخدام كلام الكتاب في قرينه مخالفه ويدي العكس المعنى او يدي حاجه غير المعنى المطلوب يبقى استخدام سيء للكتاب وهو مش الحاله دي مش الكتاب ده هو استخدام سيء لكلمات الكتاب بطريقه شيطانيه احقا قال الله بقيه الكلام صح لكن يحط لها حته كده يخلي الدنيا بحالها تبقى انحراف عن الله وتحريف لكلام الله. اذا حقيقه لا جدال فيها، المشكك منذ البدء. تمام. يعني اللي النهارده بيطرح اسئله تشكيكيه يجب ان يدرك انه بينتمي لفصيله حامل جيناتها من مشكك <تصفيق> هو <تصفيق> بدا اتعامل <أوكي. تصفيق> من البدايه مع الانسان احقا قال الله وهو مستمر في في الملحمه ديت. تمام هو ده يعني بداية من البداية ومنذ الآن وحتى مجيء المسيح yeah. فإحنا في العالم سيكون لكم ضيق الضيق مش مثلا قلة أكل ولا قلة نوم ولا قلة ت... لا 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 الضيق الحقيقي هو الحرب الروحية والحروب الروحية اللي بتحاول تمنعنا عن إن إحنا نعبد الله بالروح والحق اللي نبقى يعني ماشيين كده مرات نبقى بنعرض بين الفرقتين مرة بنعمل حاجات ترضي الله ومره ما ترضيهوش مش تاخدين بالنا ان ده يرضي الشيطان فالحقيقه لازم نقف يعني اي حد يفتكر نفسه انه ماشي مع الله مظبوط لازم ياخد باله انه لا يعرج بين الفرقتين لان في مرات واحد يقولك اه انا بحب ربنا انا بعبد ربنا كتاب المقدس حلو بس مش عايش الحياه دي فهو اسما له صوره التقوى لكن حقيقه ينكر قوتها نعم. فهو له المظهر لكن نعم. النهارده احنا عايزين نفتح الكتاب ونقرا الكتاب ويبقى أمين. لينا حياه من خلال الكتاب لو أمين. واحد متاكد ان الكتاب صحيح 100% لكن لا يمارس ده ولا يعيش هذا ولا يختبر هذه القوه اعتقد في وجهه نظري انه يتساوى مع اللي بيقول كتاب محرف لان الاثنين في الاخر بره طريق الله أو الاثنين ما عندهمش معرفة، أيوه تمام. أنا عارفة إن في ناس كتير متحمسين ورائعين وطبعا لا شك إن الكتاب المقدس هو صحيح وهناك ما يثبت ذلك وفي براهين وفي أدلة، بس تعرفها لا لأني مش متعمق أوي في الكتاب، كتير بنسمع العبارة دي، والنهارده بنقول لا مهم تتعمق في الكتاب. <applause> تمام. مش بس لا. عشان نفسك عشان تتلذذ بكلمه الله وتتعمق وتكون قريب جدا من شخص الله لكن كمان عشان في ليك مهمه تصحيح مفاهيم خاطئه لدى البعض والاخطر تصحيح مفاهيم خاطئه لدى اولادك وزويك ممن يتاثروا بالاسئله التشكيكيه من المشككين تفضل تمام فهو من الاول من زمان الله قال انه هلك شعبي عدم, عدم المعرفه المعرفه نعم. عدم المعرفه بتخلينا خلاص ما انتش عارف الحق. طبعا في فرق جوهري بين انا اعرف عن الله وان انا اعرف الله بس على الاقل ابتدي اقرا كلام الله وبعدين اتفاعل مع كلام الله وافتح قلبي لكلام الله واعيش الحياه اللي بيطلبها مني الله لكن لو انا عايش بعرق بين الفرقتين دي مشكله ولو عايش حاجه صوريه او حاجه على السطح آه انا مسيحي واسمي عبد المسيح ولا اسمي بطرس ولا ايا كان وعندي كتاب في البيت مذهب وبسوسته ومش عارف ايه طب وماله ما فدام ما فتحتوش يه آه يبقى ولم تنهل منه يبقى زي اللي عنده شيك بمبلغ كبير جدا بس مش عارف يقراه او مش عارف قيمته فعايش في فقر وهو مش دريان انه الشيك ده لو صرفه هيعيش ملك الكتاب فيه وعود وفيه شيكات تكفي لحياتنا الى ان نلتقي بالمسيح يا yeah. كاني عندي كنز ولكن للاسف عندي كنز انا عندي وماشي اقول عندي كنز طب استمتعت بالكنز خدت اللي ليك في الكنز خدت ملك في الكنز لا انا قافله ومحوط عليه والبلاستر عليه وانا احمل الكنز ولكن لا استخدمه مع انه متاح ان انا استخدمه ويمكن ارجع تاني اقول لحضرتك هل بس بيقف عند الناس اللي تثبت والناس اللي تتكلم على البراهين والادله يعني الدارسين واللاهوتيين والكتاب والرعاه فقط الفئه دي هي اللي المفروض دي المهمه بتاعتها انها تثبت صحه الكتاب المقدس ولا على هو كل مؤمن؟ الحقيقه هي واجب كل مؤمن لكن يعني. كمان في ناس بسيطه Yeah. بس مؤمنه حقيقيه yeah. الناس بتنجذب لحياتهم mm -hmm. لانهم بيعيشوا الحق تبقى طيب ممكن تلاقيه جاهل ما بيعرف يقرا ويكتب وبيعيش انجيل المسيح ويروح yeah. الكنيسه ويعبد ربنا وعايش mm -hmm. ده بيبقى يجذب الناس ان ده صح آه مرات كنت يعني بحاضر انا فاكر مره من سنين طويله كنت بحاضر الناس ازاي عرفوا يثبتوا صحه الكتاب وازاي ألوهية المسيح و وكان كنت بوزع نوتس كده ورق بحيث الطالب اللي بيسمع ممكن يكتب حاجات وبتاعه ممكن يلاقي اسئله ويتعود اجابه عشان يعني ياخد ماده اكتر مما يستمع فقط وكان في واحده ست كبيره في السن تيجي وتقعد دايما في الاخر وتبقى مركزه قوي لكن لما نيجي ورق لو اتوزع ما تهتمش تاخد الورقه ولا ما, ما تفرقش او تاخد الورقه وخلاص وانتهينا وبعدين الحقيقه انا آه كنت بقول لهم اللي يوصل وهو بيكلم حد لأسئلة مش قادر يجاوبها يحاول يجي يقول لي مم. عليها أو عشان أقول له على الإجابة أو إذا ال... احتار خالص أنا مستعد أقابل الشخص اللي أنت بتقول عليه قال لك إيه أو أنت قول لي إيه الأسئلة لأنه ما ينفعش أن أنت كل مرة هتقول لي تعالى لا يا حبيبي أنت لازم تتعلم لأن إحنا مسؤوليتنا اللي حضرتك كنت بتقولي مين دقايق فكرة أنه مين اللي يقول تمساوس التانية الأصح التاني والآية التانية الرسول بولس بيقول لتيموثاوس اللي انت سمعته مني هتودعوا الاخرين اكفاء قادرين ان يعلموا اخرين ايضا لهم الكفاءه ان هم يعلموا اخرين ايضا دي مسؤوليه القاده ان يعرفوا وبعدين يعرفوا ناس ثانيه لكن حتى الناس البسيطه ممكن تنجذب يعني الناس ينجذبوا ليها خلينا ارجع لموضوع السيدة yeah. الكبيرة دي الغريبة كانت أكبر من الطلبة لكن yeah. كان ده كلاس مفتوح في أي سن وأي حد يجي يحضر أهلا وسهلا. مع الوقت هي عارفة إن أنا بقول ففوجئت إنها جاية تقول لي أنا عايز أقابلك عشان في حد أنا بكلمه وبوصل له الرسالة وعلى فكرة أنا وصلت معاه إن أنا أعطيته الكتاب الأحمر. <applause> فأنا الحقيقة يعني استغربت إيه قلت لها إيه الكتاب قالت لي الكتاب الكبير فطلع إنه الكتاب الأحمر ده كفرت المسيح. Yeah. صدق او لا تصدق دي حقيقه حصلت ما بتعرفش طبعًا. تقرا yeah. هي ما بتعرفش تقرا yeah. بس بقيت عارفه انه عشان يقتنع بكفاره المسيح ياخد الكتاب اللي لونه احمر اللي اسمه كفاره المسيح عشان yeah. يعمل مش عارف ايه وهي تقدر لما هو يقرا ويجي يسالها بقيت عارفه تجاوب yeah. الى درجه انه الشخص اللي هي بتوصل له الرساله وصلت توصل له كفاره المسيح فوصلت معاه انه المسيح قدم نفسه فديه وكفاره يه. وارى الكتاب وهي وصلت معاه لغايه كده فتكمل ازاي او يه. ممكن يعمل ايه يه. وصلت معاه لدرجه انه لا نسميها بالبلدي كده الاند بوينت او نقطه النهايه خلاص يه. الراجل يه. بيق مقتنع باللي هي له الست دي لانه هو شايف حياتها هي يه. قديسه الحقيقه لكن يه. ما بتعرفش تقرا وتكتب ومع ذلك حبها للكرازه خلاها يه. مش بس تتكلم تدي الكتب وتعمل مش عارف حتى الشخص الغريب ان هذا الشخص شخص متعلم الى درجه كبيره جدا وهي ما بتعرفش تقرا وتكتب او تعرف على قدها لكن مش متعلمه لكن على كل حال اثرت فيه اثرت yeah. فيه لانه حياتها yeah. اثبات اكتر من ان فس فإيه الكلام اللي بتؤمني بيه وريني yeah. اعرف ابتدى يقرا ويعرف yeah. ويصدق لانه صدق من خلال حياتها ففي مرات تبقى الحياه الشاهدة تكفي ان احنا نبدا الشهادة لكن طبعا الحياه الشاهدة بس مش yeah. كفايه لان مرات نكتفي انا اعيش كويس بالقرازة بالاشعاع طب وبعدين هتشع لغايه yeah. امتى طب ومعلش yeah. ومش هتقول yeah. الناس ممكن توصل لكونكلوجن غلط وهو الموازنه yeah. ان انا صح وكويس والتاني yeah. صح وكويس وكلنا كويسين وكلنا بتاع ربنا ودي ناس بتاعت ربنا لا 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 في نقطه مهمه جدا لازم نوصل عن المعرفه الحقيقيه لله مش عن التدين الظاهري الحقيقة هي مسؤوليه الجميع وكل اللي بيسمع هذه المسؤولية بتبقى عليه مجرد ما بيسمعها <applause> تبقى عليه يعني من أبسط الأمثلة الكتابية وأوضحها المسيح في يوحنا أربعة قابل المرأة السامرية المرأة السامرية دي درست لاهوت دي حتى ما تعرفش غير ان اليهود بيقولوا ايه والسامريين ايه <applause> ودول بيعبدوا فين ودول بيعبدوا <applause> يعني حتى هي العباده بتاعتها yeah. بره ان هي حتى مش يهوديه اسما، لا دي سامريه واليهود mm -hmm. مش عارف بيعبدوا فين والسامريين فين والجبل الفلاني وال... يعني مخها بقيت خالص. Mm -hmm. في لقاء مع المسيح yeah. اتغيرت وراحت تكرز بكل تاكيد دي كرازه لان راحت <تصفيق> قالت, <تصفيق> قالت لبلدها قالت yeah. لسخار القريه بتاعتها ولا البلد بتاعتها قالت لهم هلموا انظروا انسان قال لي كل, ما زي. فعلت لا. وكل ما فعلت ده كان خباياها ما حدش يعرفها في البلد غيرها لا. فهي عارفاها وفاكره محدش عارف وعايشه مع شخص المسيح قال لها روحي ادعي زوجك فقالت له ليس لي يا زوج قال لها انت بالصواب اجبتي لان كان لك خمسه ازواج ايه ده ده بيعرف الغيب ده محدش في البلد عارف يمكن في خلفيه تاريخيه احب نكون تكون واضحه لانه في مرات بنقرا الـ الـ الكتاب ونعدي مم. الحقيقه انه اليهود كان عندهم لو في حد امسك في ذات الفعل او يعني انه إن ممكن يعاقب او أنه هو يهرب فيروح رايح بلد ثانيه عشان محدش يعرفه يعني. فيبدو ان الست دي الناس دول اللي هي عرفتهم قبل كده كان ليها علاقه بيهم غالبا مش في نفس القريه Yeah. غالبا في اماكن ثانيه وفي السر mm -hmm. ومحدش عدوا عدهم عليه غير هي عارفه ان هم خمسه yeah. قبل كده واللي معاها لانه قال لها yeah. كده بادب روحي yeah. ادعي زوجك بمنتهى الاحترام. No. والست بمنتهى البساطه ولا همها قالت له اللي معايا مش جوزي yeah. قال لها <applause> فعلا <تصفيق> انت كان عندك قبل كده قال yeah. لها بالصواب yeah. اجبتي فالسامريه يعني دي لما لم تتعلم شيء انا لسه عايزه اقول اي أوه. كليات لاهوت دخلتها وتلمذت وكورسات التلمذة واللي درسته كان ايه لما راحت وخبرت في نفس اللحظه باللي حصل معاها مجنون كره الجدرين دايما نقول اي كليات دخلها اللي راح وخبر عشر مدن او عشر كره ازاي النهارده كلام حضرتك بيحط المسؤوليه عن الناس بقى اللي عارفه بين ايديها الكتاب والنهارده جدا ان اللي يدرس كله 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 وما يشتغلش ياه ذنبه كبير جدا يعني احنا احنا كلنا مسؤولين لا. لكن كمان وخصوصا اللي درس يعني خساره جدا انه هو اذا كان دارس واذا كان مؤمن واذا كان انه بيتلمذ او بيكبر او دارس لاهوت او حتى مش دارس بس على الاقل انه مسؤوليه ان انا مؤمن مسؤوليه ان انا وجدت الماء العذب زي ما يكون في صحراء ياه. واحد يلاقي ويفضل يشرب 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 ده انت بطنك هتتنفخ هتموت من كتر الشرب يا عم ادعي الناس فهي حصل لنا موزور. يعني تخمه من كتر آه. الاكل انا قاعد لوحدي كده مترحبا اه أو بستمتع لكن لامتى هقدر اعلن عن ده؟ يعني مبسوطه قوي ان حضرتك بالسيده البسيطه اللي قدرت توصل لكفاره المسيح يعني حد بت يعني وصل لغايه مرحله انها تكون الوسيله اللي بتدي الكتاب حتى لو كانت مش قادره بافصاح تقدر تحكي اللي في الكتاب لكن كانت مشغوله ازاي الشخص ده يعرف المسيح من خلال حتى كتاب والله ما, ما يعني ما سابهاش لكن استخدمها الاداه اللي قدرت توصل سامريه جديده زي <applause> بالظبط وناس كتير انا عارفه ناس كتير جدا بسطه رائعين والرب بيستخدمهم وده يحط المسؤولية على الناس اللي هي عندها المرح... الفرصة إنها تدرس وتعرف وما تقولش إثبات صحة الكتاب المقدس دي مش مسؤوليتي وما ردش في الأسئلة اللي فيها جدال لا أنت تقدر عشان زي ما قلنا ده الدستور والمرجع اللي في كل القضايا بنرجع يعني عندك كتاب قانون في كل القوانين علشان تثبت صحة اللي بتقوله بترجع للمصدر لما المصدر مطعوم فيه فتعالى نثبت صحه الكتاب المقدس حتى كل قضيه نرجع من خلاله نقول الكتاب المقدس بيقول وخلينا ندخل بقى لطرق عمليه يجب ان نتبعها لاثبات صحه الكتاب المقدس والحقيقه الطرق عديده لكن انا هختار اهم الطرق ونركز على بعضها أوكي. فاحنا ممكن نثبت صحه الكتاب ابسط شيء ان احنا ممكن نثبت صحه الكتاب داخليا من داخل الكتاب داخليا انه وحده الكتاب وترابط الكتاب وانه الخط القرمزي خط الدم اللي يبدا من تكوين 3 15 الى الحمل المذبوح في سفر الرؤيا و وكل الكلام الكتابي للناس اللي عارفه الكتاب او الناس اللي بتؤمن بكتاب بس متشككه تمام فده اسمه اثبات داخلي ففي ادله داخل الكتاب تثبت صحه الكتاب لو قرناه حتى للنقد نكتشف انه في ادله داخليه داخل صحة الكتاب لكن هذه الأدلة تيجي للشخص اللي خلاص ابتدى يقرأ الكتاب <applause> في أدلة تانية ممكن نقول عليها ببساطة أدلة علمية الأدلة العلمية جواها أنواع من الأدلة العلمية فممكن تكون من ناحية صحة المخطوطات ممكن تكون من ناحية المخطوطات ممكن من ناحية الأمور التاريخية اللي في الكتاب المقدس ممكن تكون من ناحية حياة وحاجات جغرافية داخل الكتاب كل ما يتعلق بالأمور اللي داخل الكتاب وتساند الكتاب علميا ممكن إثبات أن الكتاب صحيح بطرق علمية أو للأمور العلمية اللي الكتاب يحقق مقاييسها أكتر من أي كتاب آخر في أدلة تانية أنه برضو دي ممكن تقع تحت الأدلة الداخلية أن الكتاب المقدس لما بيجي مثلا يتكلم على النبوات ففي حاجات كتيرة ونبوات كتيرة ممكن تحققت بسبب الكتاب فمثلا لما نلاقي في حزقيال 26 وقصة سور وإزاي قصة طويلة جدا لكن الحقيقة الكتاب حكاها كنبوة لما نيجي ناخدها مع الموسوعة البريطانية اللي كتبت في القرن العشرين نكتشف أنه التاريخ اللي اتحكى عن سور كان محكي في الكتاب المقدس في القرن السابع قبل الميلاد على أمور حصلت في القرن الرابع والثالث قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي على أمور حصلت بعدين اتسجلت اللي يمسك الموسوعة البريطانية ويمسك حزقيال 26 يكتشف التطابق مع أنه حزقيال 26 كتب في القرن يعني 600 وي في القرن السابع قبل الميلاد والوقت الطويل ده قبل ما تحصل النبوه ممكن ندخل في تفاصيلها لكن انا حاططها يعني ممكن بعدين لأن في تفاصيل مش نقدر نقولها هتلاقيها موجوده على سايت الكارما في كتاب اسمه من يقدر على تحريف كلام الله الكتاب ده موجود على السايت بتاع الكارما اسمه من يقدر على تحريف كلام الله انا حاطط فيه معظم الادله دي وبدقه وكمان مم. كاتب فيه اسماء مراجع اخرى بحيث انه الشخص يقدر ممكن يرجع, يرجع للمراجع مره ثانيه لكن طبعا صعب جدا نقول كل حاجه لكن هنختار عينه من كل شيء واللي عايز يستزيد بقى على الاقل يدخل على الموقع يطلع كتاب ويقدر يعمل داونلود للي هو عايزه ويقدر يعمل مم. اللي هو عايزه ويقدر يقرا الكتاب الحقيقه انه اثباتات اللي هي الاثباتات اللي هي صدق النبوات ده اثبات رائع وقوي جدا مم. في اثباتات ثانيه او ثالثه او رابعه هي اثباتات من الشخص اللي بيكلمني لو فرض مثلا يعني. انه اللي بيكلم شخص مسلم هل عنده ادله هناخد ده بالتفصيل في الاخر لكن في ادله ارد عليه بيها من فمك ادينك من فكرك من فكرك اقول انت على فكره كتابك بيقول لك كذا كتابك بيقول لك كذا وممكن ناخد ده بنوع من التفصيل لكن التفصيل اكتر هيبقى موجود في الكتاب ده موجود بالتفصيل خلينا نبقى عارفين ان هم على الاقل في عندنا اربع طرق يمكن ابسط طريقه على السطح فوق هي الطريقه المنطقيه هل ممكن نسبه الكتاب المقدس نسبه انه صح بطريقه بسيطه منطقيه يعني في واحد بيقول لي لا اتحرف هل اقدر اقول له لا ما اتحرفش ولا اقول ايات ولا اعمل حاجه والكتاب مغلق كده وانا ماليش دعوه بالكتاب انا هثبت لك انه صح ازاي شيء بسيط جدا اقول له على فكره بفرض ان كتابنا تحرف سيبك من الكتاب تعال نفكر سوا بالعقل الاثباتات المنطقيه تعال نفكر انه ايه الدليل القاطع او ايه الادله القويه اللي منطقيا بالمخ يعني نقول له تعال نفكر مع بعض افرض فعلا حصل تحريف لو كان حصل هل علم الله طبعا هو عارف ان الله عليم بكل شيء yeah. فالسؤال الاول هل علم الله السؤال الثاني هل يرضى ما يبقاش الله ما يبقاش mm -hmm. عادل لانه لو عارف انه كلامه اتحرف بسرعه هيكسر رقبه الناس اللي حرفوه mm -hmm. ويمشي كلامه الصح yeah. هيوضح ويصحح وكل حاجه ده الله السؤال الثالث هيقدر يعمل كده ولا لا الحقيقه الثلاث اسئله دول لو خدناهم بهدوء الشخص اللي قدامي لو بس بيفكر هيلاقي منطقيا بالعقل لو في تحريف الله كان هيعرف ومش هيرضى وهو قادر على حفظ رسالته، من غير ما ندخل في أسئلة تاني، التلات أسئلة دول الحقيقة لو تناولناهم بهدوء والشخص فعلا فكر معانا هيلاقي استحالة التحريف لأن الله هيكون عليم بكل شيء ومش هيرضى باي تغيير في كلامه لان ده كلام الله وهو قادر على حفظ كلماته يعني مثلا احنا الواحد فينا مرات يقول انا على فكره انا جاي الحلقه مش عارف ايه يوم كام مثلا وانسى او يضيع علي الميعاد او ما اعرفش اوصل وما اعرفش اتواصل لاني انسان فيحصل مشكله <applause> تمام وما في الميعاد يا انا انسان فغلطت هعمل ايه يا. فتبقى انا عارف الناس مستنياني بس انا ما قدرتش اروح يا دي المشكله مش عارف اتواصل معاهم مش عارف اعمل ايه فتبقى العين بصيرة أنه حصل تحريف لكلامي أو حصل قصور لكن الإيد قصيرة أنا مش يعني. قادر أصح هذا لا ينطبق على الله لو حصل تحريف الله كان قادر كان هيعرف نمرة واحد ومش هيرضى بالتحريف لأنه كتاب مقصود بيه أن الناس تعرف ربنا فتصوري كده انه في يعني انستراكشنز كده في كتاب بتقول لك كذا وكذا وكذا عشان توصل للمكان الفلاني او عشان تعمل الاكله الفلانيه او عشان تعمل وبعدين تبص تلاقي واحد مثلا السكه دي بناخد التعليمات ان انا همشي في السكه دي مثلا فخليني في مصر بلاش كاليفورنيا بتاعتكم الصعبه دي فانا مثلا ابقى ماشي في ناحيه اسكندريه بس انا انا يعني يعني انا رايح ناحيه اسكندريه والاقي مثلا اسوان 900 كيلو اسوان 800 كيلو الله ده انا ماشي عكس الاتجاه لان دي في الجنوب وانا رايح ناحيه الشمال يبقى انا ماشي غلط فبلاقي علامات في السكه تقول لي ان انا ماشي قد ايه وقربت اوصل ولا لا ده لا. ابسط شيء ابسط حاجه في ابسط شيء فتصوروا بقى انه طريق الحياه المؤدي الى الموت ويا اما في ابديه سعيده او حزينه هذا الطريق ما معلومات كفايه ازاي ازاي الكلام ده يبقى ناقص ده لو واحد لقى يافطه معمول عليها على ما غلط يروح يشتكي عشان الحكومه تصلحها ولا البلديه تصلحها لانه ازاي بتعملوا كده الناس تتوه فتصوروا بقى انه طريق الله فكر الله كلام الله لهدايه البشر عشان كده ببساطه انا دايما اقول انه التوراه والانجيل الاصليه رساله الله لهدايه البشر لو كانت تحرفت كان الله يعرف ومش هيرضى وقادر على حفظ رسالته عشان كده مرة تانية اسم كتاب من يقدر على تحريف كلام الله الكتاب م -م. موجود على السايت تقدروا تاخدوه yeah. وتقدروا تعملوا اللي انتم عايزينه من يقدر على تحريف كلام الله ومفتوح على كلام الله على أعمال الرسل لأن المفروض الواحد يعرف إيه كلام الله وإيه كلام رسله وانبياءه أعمال الرسل فيها كلام yeah. الرسل الحقيقة أنه من يقدر على تحريف yeah. كلام الله ده سؤال استنكاري yeah. مش محتاج اجابه مفيش حد يقدر يحرف كلامه الله كلام ساهر ربما. على كلمته ليجريها تمام ده تمام. حاجه ضد الله مباشره الله طب. غير قادر على حفظ كلمته يعني كتب وهو غير قادر على حفظ كلمته وترك يعني ايادي تحريفيه تلعب حتى تبوظ الكلام اللي عمله تشكيك في قدره الله ودي حاجات يمكن ثلاث حاجات حضرتك قلتهم الاسئله اسئله بسيطه والشخص البسيط يستخدمهم والكتاب مقفول يعني احنا لسه ما قربناش كمان نثبت من جوه الكتاب لكن بالطريقه البسيطه دي حتى الشخص البسيط يقدر يقول ما بقاش فيه حجه احنا خايفين احنا وظيفتنا ان احنا نبسط الموضوع للناس اللي بيتفكرها صعب لا ابتدي بالسهل والسهل يا. سهل فعلا لانه دي كلمه الله والله عايز يوص... يعني عايز يعني بيساعدنا بكل الطرق ان احنا نوصل نوصل للناس الحق ازاي و... وانه كلامه روح وحياه طيب اذا دلوقتي عندنا طريقه بسيطه جدا ونقدر ان احنا ما فيش حد قلنا يعني صعبه عليه او ما يقدرش يستخدمها طرح ثلاث اسئله في منتهى البساطه دون ما انت تقدر ترجع لاي حاجه لكن تسال الشخص بس حضرتك قلت حاجه يعني خطيره قلت خلي بالك من خلفيه الشخص اللي بيتكلمه ودي فرقت معايا انا بقول ايه وبقول ايه لمين وازاي انا باخد ارض مشتركه أو إزاي أنا بكلمه في جزء هو عارفه، الله عليم، أنت عارف الله عليم والله الله مش عارف، أه الله عليم، وأنا بكلمه بالأرضية المشتركة اللي يقدر ما ينكرهاش. فده سؤال عايزة بعد الفاصل أعرفه، إزاي أعرف طبيعة الشخص؟ وإيه الطريقة اللي تتناسب مع كل شخص بخلفيته حتى تكون فعالة وفي نفس الوقت تصيب الهدف. أحبائي بنطلع لفاصل ونرجع مع بعض لاستكمال هذا الموضوع الخاص بصحة الكتاب المقدس، الكتاب المقدس بيقول: السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. طبعا دي معادلة صعبة قوي. السماء والأرض دي من الثوابت اللي كل يوم بتصحى الصبح بتلاقيها موجوده، مفيش واحد يتخيل يقوم من النوم يلقى مفيش سما أو مفيش أرض. هذه الثوابت في إمكانيه إن هي ممكن تزول، لكن كلام ربنا عمره لا يتغير ولا يزول. الكتاب المقدس بيقول الله لنا ملجأ وقوه عونا في الدقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الجبال وانقلبت في أعماق البحار. الجبال بتتزحزح مين يفكر انه يقوم من النوم لو ساكن جنب جبل هيلاقيه مش موجود. الثوابت ممكن تتغير لكن كلام ربنا عمره ما يتغير. أنا عايزك تصدق لو أنت بتدور على طمأنينة بتدور على حاجة تطمنك في العالم المضطرب دوت في كل بلاد العالم في اضطراب في أمور مفزعة أمور مخيفة مفيش حاجة تطمنك لا فلوس ولا مركز ولا شهره ولا سند ولا امكانيات لكن في حاجه واحده بس كلام ربنا اللي مش بيتغير عشان كده كل وعد في الكتاب ليك ده بيطمنك بيقولك الله هيقدر يعمله معك اطمن بكلام مرة تانية بنرحب بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الخاص بصحة الكتاب المقدس ودكتور داوود مرة تانية أهلا وسهلا بك أهلا بحضرتك دكتور حضرتك قبل الفاصل طرحت ثلاث أسئلة في منتهى البساطة يستخدمهم أي شخص وهرجع أسأل حضرتك إيه فعالية الثلاث أسئلة؟ هل يعني بيجدوا تجاوب مع بعض الأشخاص ولو ما لقوش تجاوب يا ترى إيه الخطوة الجاية؟ اتفضل تمام هو الحقيقه انا هبتدي بالاشخاص الصعبين والسهل yeah. خليه براحته اذا فاضله وقت اوكي بس خلينا نركز على الحاجه yeah. اللي ممكن تقلق الشخص يقول لك طب افرض انا جيت قلت او يكون حد ابتدى يستخدم الطريقه دي او يعني طريقه yeah. الاسئله دي وما نفعتش معاه yeah. هي نافعه مع الغالبيه العظمى لكن في مرات ما بتنفعش هنقول ليه ما بتنفعش ونقول الحل امين I mean. فليه ما بتنفعش؟ ممكن مرات اذا انا بتكلم مع شخص مهزوز حاجة بسيطة بتنفع الاسئلة وبقوده اننا نفتح الكتاب ونقرأ الكتاب. لكن خلينا في شخص بقى صعب الصعب ده ممكن قبل ما اقوله منطقيا وتيجي نستخدم مخنا ممكن يروح خبطني مثلا آية قرآنية الحقيقة انا ارجو ان الحلقة دي لو نسيت كل حاجة تفتكر الستيتمنت ده او التقرير الاتي واحد تقرير نمرة واحد هو تقرير أول واحد نمرة واحد يمكن نقول تاني غيره بس خلينا في نمرة واحد. Yeah. أي آية تسمعها اسمعها كده بهدوء وسلام. آية شكلها ضد الكتاب اسمعها بهدوء وسلام yeah. وعلى عهدتي وده مسجل في الكتاب وأنا كاتبه من سنين وسهل جدا yeah. إنك تعرف الآتي. لا توجد آية قرآنية واحدة ضد الإنجيل. ياه yeah. yeah. مرة ثانية وثالثة ورابعة، لا توجد آية قرآنية واحدة ضد الإنجيل هايل. طب ازاي؟ لا ده بيقولوا لنا كذا وكذا وكذا. هم آيات كتير بتستخدم. لكن أول ستيتمنت بقولها لك أول تقرير مهم مفيش آية فيهم ضد الإنجيل. لا بس قال لي آية كذا معناها كذا. لا. لو رجعت طبعاً ده الدارس يكون يبتدي يعرف كده فياخدها على عهدتي لغاية ما هو يدرس يعني. تمام؟ الحقيقه انه لما تيجي تشوف اي ايه بيستخدمها شخص ضدك اي قرينه فيها اي ايه دايما القصه حول اليهود لانهم فعلا ناصبوا نبي الاسلام العداء منذ البدايه وكان بينهم حروب مش بس افكار لاهوتيه لكن الاهم كمان حتى حروب حروب حرب ومين يضحك على مين ومين يعمل معاهده ومين ينكس بعهد المعاهده و و لكن خلينا في الحاجه اللاهوتيه. كل القرائن كل الايات القرانيه لما نيجي ما نفرخهاش ناخدهاش كده لوحدها ونسمعها ونتخض منها لا ناخدها في القرينه بتاعتها، يعني الايات اللي قبلها واللي بعدها عشان يطلع المعنى واضح متماشي مع السياق. تمام؟ هتطلع انه دايما شويه يهود عملوا حاجه فالايه القرانيه بتتهمهم بانهم حرفوا تفسير بعض الايات التوراتيه حرفوا تفسير بعض الايات التوراتيه وليس كل التوراه ليس تحريفا حرفيا ما عملوش ديليت ما شالوش الايه ما شالوش ايات ما حطوش ايات مكان ايات ما فيش حاجه خالص من كده فمثلا يبدلون الكلام ولا مواضعه يعني معناها <applause> انه غير التفسير. يحرفون الكلام عن مواضعه. يعني احنا ممكن سمبلي كده نفتكر ان تشيل كلمه وتحط كلمه لا 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 لا. دي معناها انك تستخدمها في غير القرينه فتدي معنى غير المعنى. واليهود من ضمن الاوقات اللي يعني ناصبوا فيها نبي الاسلام العداء انه كانوا قالوا له انت راعنا. فالراجل اتبسط افتكرت لغايه ما جم العرب اللي عارفين عربي وعبري قالوا له ده بيضحكوا عليك. قال لهم ازاي؟ ده انت راعينا. قال لهم لا اليهود برضو عندهم ايه؟ عندهم يود عندهم يعني عندهم ياه ما تخافش وتقيله وخفيفه وحاجه غريبه يقدروا يقولوا راعينا اذا حبوا بس هم بيقولوا كلمه عبريه معناها ارعن او مختل العقل يا اولاد الذين فراح قال عليهم ان هم يحرفون الكلام عن مواضع استخدموها بطريقه زي ما انا مثلا مثلا يعني واحد يحب يشتم واحد فأقول له على فكره انت كذا ويروح كذا دي قايلها له بلغه هو مش فاهمها ويقولها له كده وهو بيضحك فالتاني يتبسط تفتكر انه بيقول له كلمه كويسه الحقيقه هنا هم كذابين لانه عطول ايحاء انه بيقولوا له انت راعينا بينما هم بيشتموه فدي طبعا فهنا كان في مناسبه العداء فسماهم ان هم يحرفون الكلام عن مواضيع لكن ما فيش ايه قرانيه واحده مثلا خلينا في الستيتمنت الاولاني ما فيش ايه قرانيه واحده تقول ان محرفن ولا مفيش ان الانجيل محرف ولا ما فيش ان الانجيل محرف دي في خيال الناس لكن دايما تطلع أنواع من التحريف بلي اللسان أنواع بان هم يغيروا المعنى يغيروا التفسير يسموه تأويل غير التفسير الحقيقي. طيب ماشي سيبنا من كل الأنواع دي طب دينا إثبات دامغ. الإثبات الدامغ انه في تاريخ الكنيسة كان في وقت قسطنطين لما جه قسطنطين لا دقلديانوس قبله كان بيحرق النسخ و و فلما جه قسطنطين قال يا نسخ الكتاب المقدس ولانه كان عايز روما تبقى وثنيه على طول ما يبقاش في يعني عباده الله فالمهم ابتدى يحرق فمن ضمن الحاجات اللي عملها ايجابيا بقى قسطنطين لما جه ابتدى امر يوسابيوس واحد من اباء الكنيسه فكتب 300 نسخه وتوزعت في ارجاء المسكونه طبعا yeah. هو وتلاميذه بتاعه زمان ما فيش مطبعة بتتكتب yeah. يا عيني بالايد yeah, باليد. فتتكتب باليد ففضل طبعا اكيد مش لوحده معاه تلاميذه وعمالين yeah. ينقلوا وبتاعه بعدين اتوزعت في ارجاء المسكونه الكلام ده لو فرض انه ما بين فلسطين وسوريا ولبنان والمنطقه دي واتوزعت في ارجاء المسكونه يبقى مش ثلاث اربع بلاد yeah. في المملكه ولغايه روما بالذات فاتوزعت في المملكه او ال 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 الامبراطوريه الرومانيه في البلاد اللي فيها، فطبعا في الجنوب وصلت نسخ. الكلام ده من سنة 300 وشوية. فلما نلاقي سنة 600 وشوية يبقى كان في 300 سنة قبل كده تقريباً كان في نسخ موجودة في الجزيرة العربية. تمام؟ ده موجود في تاريخ الكنيسة، لكن هل الإسلام أكد على ده؟ نعم. استمع إلي جيداً أيها المستمع إذا كنت عايز تدرس كويس. حاجة بسيطة وسهلة جداً. عارفين احنا يوحنا 8 ان المراه التي امسكت في ذات الفعل جابوها للمسيح فاسلاميا بيحكوا نفس القصه بس ان هم جابوا المراه والرجل <applause> لنبي الاسلام وقالوا له نعمل فيهم ايه ففي قبيله او بلد اسمها خيبر اه فيها يهود ولقوا راجل ست من الشرفاء او يعني شيوخ وامسك في ذات الفعل وكلاهما متزوج طبعا مش متجوزين بعض كل واحد متجوز طرف تاني فجابوه <applause> لمحمد ان هم امسكوا في ذات الفعل قالوا نعمل فيهم ايه فهم الناس وهي رايحة قالوا لهم إن أفتاكم بغير الرجم فاتبعوه لأنهم عارفين الرجم هو بتاع yeah. التوراة لكن هم yeah. عايزين حكم مخفف, مخفف. يجلدوهم yeah. يهزقوهم شوية يركبوهم yeah. على اسم التعذير يركبوهم على حمار وراسهم في اتجاه وعكس yeah. الاتجاه ويلففوهم البلد وعملوهم فضيحة أي yeah. عقاب غير الرجم yeah. فبعتوا الرجل الست عشان ياخدوا حكم مخفف mm -hmm. فاللي حصل حاجة في منتهى الغرابة لما راحوا لنبي الاسلام هو ما عندوش ايات قرانيه في الموضوع وما يعرفش لسه الموضوع واتعرض عليه الموضوع وجايين له يهود وهو يعني هيضطر يدور على الحاجه تفهمهم ويخلص فعلى طول بمنتهى البساطه قال لهم ائتوني بالتوراه فجابوا له توراه انا لما اقول لحضرتك مثلا او اقول لاي حد بقول له من فضلك اديني كتاب مقدس اكيد مش هقول له مش هيقول لي انت عايز واحد سليم ولا محرف لان انا وهو عارفين انه ما فيش غير نسخه واحده وما فيش حاجه اسمها تحريف فبنفس الطريقه سال على الاطلاق ائتوني بالتوراه فجابوا له توراه ما مسكهاش وقال يا ترى سليم ولا محرفه لا 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 ده مسكها وراح امن عليها وقال لقد امنت بك وبمن انزلك قبليها زمان كانوا بيبقوا على وسادة مخدة فهو كان قاعد طبعا ما يقعدوش على الأرض الراجل اللي هو القائد يبقى قاعد كده على وسادة أعلى من بقية الناس فاحتراما للتوراة نزع الوسادة من تحته وحطها أمامه وحط عليها التوراة وأمن عليها وقال لقد آمنت بك وبمن أنزلك ثم فتحت التوراة وقرئ منها ولما قرأ منها الفتى اليهودي الذي يقرأ غالبا كانوا بيقروا يعني احنا ككتابيين نقدر نعرف الموقف ايه أه هم قالوا انه خلاص وما قالوش فين لكن غالبا كان في تثنيه يا اما 23 يا اما بدايه 24 لانه لما ارى ووصل ان العقاب الرجم خباها خجلا اخفى ان العقاب موجود في التوراه فراح عمر امر واحد اسمه ابو سلام قال له اضربه فراح ضربه على ايده فشال ايده وبان الحكم انه الرجم هذه القصه فيها اخفاء اخفاها خجلا مش اخفاها عمل لها ديليت ولا قطع الصفحه اللي فيها الكلام ده لا لا كانت موجوده وبعد القصه دي القصه دي مش حكايه ده حديث صحيح موجود في تفسير ابن كثير وابن كثير ده في في ايه تفسير ايه اسمها سوره المائده ده اول مرجع لتفسير القران فاحنا مش بس هو تفسير لا هنرجع للنص البرايمري سورس او السورس المصدر الاصلي الاولي انه لما حصلت القصه دي جت نزلت ايه يعني سبب نزول الايه القصه دي كانت سبب نزول ايه في سوره المائده الايه 43 بيقول له وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يعني مش هتقدر تديهم حكم تاني ما عندهم التوراة فيها حكم الله ده نص في القرآن في سورة المائدة السورة رقم خمسة في القرآن من أول 43 بيقول إن التوراة فيها هدى ونور وبعدين بيجي عند الآية 46 بيقول قفينا على أثرين بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور كتابيا عندنا في الكتاب المقدس في <applause> لوقا أربعة المسيح طلع وارى السفر فالمسيح اكد وهو بيقرا شعياء 61 وهو في لوقا البشير بيقدم لنا <applause> القرايه المسيح ما جاش ينتقد العهد القديم ولا يقول انه غلط بالعكس ارى منه وكمان قبلها قال اليهود فتشوا الكتب <applause> الكتب المقدسه اللي هي عندهم <applause> فالمسيح انجيليا صدق <applause> على التوراة yeah. النص القرآني ده في نفس الفكرة بيكرر نفس القصة في القرن السابع يحصل في القرن الأول الميلادي أنه اتكتب كده أن المسيح أكد عليها فيش أي دليل في العهد الجديد يقول أن العهد القديم اتلغى ولا اتنسخ ولا حاجة من الكلام ده خالص فنفس القصة محكية في سورة المائدة والآية 46 بتقول وَقَفَّيْنَا يعني أتبعنا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مفيش آية في كل القرآن تقول أن الإنجيل محرف لكن توجد بعض الآيات يستخدم بالخطأ كانها ضد الإنجيل والواقع هي مش كمان ضد التوراة هي ضد تفسير اليهود لبعض ايات التوراه فالكلام اللي احنا حكيناه هم عندهم النص أيوة. والعقاب هو الرجم بس هم عايزين يعملوا تفسير يخففوا الحكم وقالوا للناس اللي هم مختين الرجل والست لنبي الاسلام قالوا لهم ايه ان افتاكم بغير الرجم فاتبعوه إيه اوعى يقول لكم رجم لو قال رجم لكمش دعوه بيه طب ما هو الرجم عندكم وهو فعلا راح ما مره تانية للرجم القصه دي من يعني آه من لا اهميتها الكبيره جدا انا مصورها من ابن كثير الجزء الثاني يا ريت ان هنحاول نجيبها باي طريقه هي برده موجوده على الكتاب اللي هو موجود على السايت ده تفسير ابن كثير الجزء الثاني لسوره المائده الايه 43 بيقول وكيف يحكمونك عندهم التوراه فيها حكم الله النص موجود وفكره ان الراجل والست ان هم يركبوهم حمار بالمقلوب و و النص بيقول أنه نبي الإسلام نزل الوسادة من تحته وضح أمامه وقال آمنت بك وبمن أنزلك وبعد كده ده كان سبب نزول آية وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله على فكرة الطبعة المطبوعة في مصر جزء ثاني صفحة تسعة وخمسين الطبعة الثانية اللي على مستوى العالم موجودة برضو هي اللبنانية الصفحة اللي بعدها بس صفحة ستين وسبنا بالصفحات الميدة ثلاثة في اي تفسير هيلاقي الكلام ده الكلام ده مكرر في تفسير مش بس ابن كثير في مشكات المصابيح ولو يدخل على النت بس ويكتب كلمتين من اي حديث هيلاقي الحديث يطلع له كاملا زي ما انا هنا مصوره بطريقه بدائيه لكن ممكن اي حد يلاقيه على الانترنت طبعا انا حاطه في الكتاب اللي موجود على الـ على السايت هذه القصه تكفي جدا لاجدع معترض لكن لو الشخص لم يعترض الثلاث اسئله بيكونوا كافيين اذا ابتدى طيب. يعترض في اي نقطه في اي حته احنا على طول اول ما يعترض هيكون عندنا الرد على نقطه الاعتراض يعني مش لازم اكمل الاسئله لكن اذا كان في مكان مجال انه شخص بسيط وعايز يسمع في كمان غير الثلاث اسئله سؤال مهم متى تم التحريف؟ أيوة. لو قالوا قبل الاسلام طب ما كان الاسلام يقول القرآن ما قالش أي حاجة على الإنجيل ما قالش أي حاجة سلبية على الإنجيل بالعكس ده بيتكلم على الناس اللي بيتبعوا الإنجيل والمسيحيين والمنهم في برضو في سورة المايدة بس الآية 82 بيتكلم على أن احنا أقربهم مودة وذلك أن منهم قسيسين ورهبان و و وأنه بيسهروا أناء الليل أثناء الليل و و و وأن هم ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم يعني بي يعني بيتكلم عن المسيحيين أن هم متدينين زيادة عن اللزوم وعمل وعبادة نافله يعني عباده زياده عن الحد فبالرهبنه حسب الفكر القراني النص بيتكلم ان دول ناس كويسين بيعبدوا طبعا في القرينه دي بيتكلم انه اشد الناس عداوه مين اليهود والمشركين لكن بينتقل الى المسيحيين ان هم الاكثر اقربهم موده وبعدين طبعا اقربهم موده وماشيين على كتابهم عشان كده بيعبدوا ربنا صح فلا توجد ايه قرانيه ضد الانجيل، توجد بعض الايات ضد تحريف بعض اليهود لتفسير بعض الايات. لكن اليهود ما يقدروش على ربنا. ممكن نتخانق مع بعض احنا وهم واحد ينتصر ومره واحد يتهزم، لكن مع ربنا ما يقدروش على ربنا. فمن يقدر على تحريف الله كلام الله؟ لا اليهود ولا غيرهم. كلام الله ثابت، كلمه الله الله يسهر عليها الله يحفظها الى الابد مم. كلمه الله ثابته للفكر الاسلامي ثابته طبعا الفكر اليهودي والفكر المسيحي الثبات الاكيد للعهد القديم ان اليهود والمسيحيين عندهم نفس كتاب لما كنا بندرس في كليه اللاهوت ونحاول نجيب كتاب عبري ما فيش مطبعه مسيحيه بتطبع عبري ولا في مصر مم. كلها فكنا نراسل ونجيب امستردام فيها معبد يهودي وفي مطبعه فجيلنا يجي التوراه العبري Yeah. يجي لنا التوراه العبري من معبد يهودي هو النص التوراه اللي احنا بندرسها هي, هي بالحرف فاليهود والمسيحيين متفقين على التسعة 39 سفر كما هي ده يدي مصداقيه كان اه في اختلاف في التفاسير عندهم تس... عندهم 300 نبوه واشاره فاللي بيامن منهم بيامن عشان كده بالانجيل لكن اللي بيفضل ملوش دعوه وعارف انه ب... يعني عارف انه كلامه صح وخلاص كلامه صح وخلاص هو 39 صفر هم بالنسبه له صح وبالنسبه لنا صح وهم هم لانه التوراه اليهود هي نفسها العهد القديم والمسيح لم ياتي ليكمل بمعنى انه كان في حاجات ناقصه لكن هنا اكمل بمعنى اعطى البعد والعمق الروحي للوصايا، واللي بيقول المسيحيين ما عندهمش شريعه يقرا الموعظه على الجبل هيكتشف <applause> البعد اولا الشريعه القديمه دي اسهل حاجه دي لازم تعرفها لازم تعيشها لكن كمان هو ما ابعد منها فنلاقي الموعظه على الجبل ثلاث اصحاحات مره تانية بيرجعونا للوصايا بعمق روحي فالمسيح اكمل بمعنى اعطى البعد والعمق الروحي لنفس الوصايا كلمه الله حيه وفعاله وقائمه وحتى الذين يقرؤون الكتاب يعني لاثبات التحريف انا ليا صديق يعني اصبح صديقي فيما بعد لكن في البدايه بيحكي انه وانا اول صفحه عمال اقرا طبعا ما يعرفش انه اصحاحات كان فعلا اول اصحاح اكبر من صفحه فهو من اول صفحه ابتدى يلاقي انه الخليقه مش عارف ايه الاول وايه بعدين وايه بتاع الله ده انا عارف ربنا خلقها في ستة ايام ولا ثمانية ايام ولا ايه الحكايه لقى الترتيب وهو كان طالب هندسه وقتها فرح سائل زميله قال له دي دي المراحل مش عارف ايه وابتدى ما كانش يعرف يجاوبه كويس بس قال له دي مراحل الخليقه فهو قال الكتاب المحرف في المراحل وبالدقه دي وماشي مهم. مع العلم والكلام العلمي بيمشي معاه والكلام ده ازاي يبقى هو ده المحرف لا انا هكمل كلمه الله حيه وفعاله احنا مرات ناخدها على السطح كلمه الله حيه وفعاله بمعنى انه حتى الشخص المعاند يعني هذا الصديق كان يقرا لاثبات الاخطاء لغايه ما وصل تسنيه 18 15 ورجع ل 17 15 واكتشف انه ايه ده ده فعلا نبي المثل دي مش على نبي الاسلام ده فعلا على المسيح والاثباتات دامغه وهكذا وابتدى واحده واحده لانه كلمه الله حيه وفعاله بمعنى انه حتى الشخص المعاند لما يقراها يبقى الاثبات من عند الله مش من شخص، مش من قناعه، مش شخص مثلا اقوى منه في الشخصيه او اكثر قناعه، لا ده بتبقى قوه الله. قوه الله بتحل في الكلمه فبيجي يقرا يكتشف انه هو ده الغلط لا مش معقول ده يكون غلط. وناس كتير كانت بتقرا طبعا لا هيقرا عشان يعرف اوكي ربنا يخليه بدل ما يتعرف على كتاب لا يعرف صاحب الكتاب ويعرف ويكون علاقه حقيقيه مع الله بدل ما يعرف عن الله يبتدي يعرف الله لان ده الاهم وده يعني انك تعرف عن الله مش وحش لكن الافضل والاحسن والاهم ان انا ابتدي اعرف الله الرسول بولس بيقول لا اعرفه هفضل طول العلم الوقت اعرف 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 لغايه ما هناك ممكن اعرف كما عرفت لكن انا حاليا أنا ببتدي أعرف الله أتعرف على الله هو السيد على حياتي وأنا أبتدي أتعرف على كلمة الله حية وفعالة وتستحق الدراسة بكل تأكيد وأنا أدعو الناس إنه يتعلموا أن هم يثبتوا إثبات صحة الكتاب سهل بسيط جدا وإحنا خدنا أهم الحاجات لكن طبعا اللي يفتح السايت ويقرأ الكتاب ويعمل داونلود لو عايزه يقدر يلاقي أدلة تانية بكل الطرق دكتور الله ما بيزعلش من الباحثين؟ والمشككين واللي عندهم اراء مختلفه واللي بيحاولوا يطعنوا في في كلامه او في قدرته ان هو ما يقدرش يحفظ كلمته او انه ما عندوش العلم الكافي او مش عارف يعني يتصرف مع عباده بالطريقه الصحيحه كل دي انا بعتبرها تهم يعني موجهه ضد الله الخالق. ده صحيح. اما الشخص اللي بيبحث بهدف البحث والمعرفه بيبحث عن الله احنا بنأكد له الله كمان بيبحث عنك طيب تمام الله لا يترك نفسه رائع. بلا شاهد نعم <applause> لا يترك نفسه بلا شاهد وهو كمان بيبحث عنك زي ما انك عندك رغبه انك تعرفه هو هيظهر ليك ذاته حتى لو انت كنت بتقرا في الكتاب بغرض زي الشخص اللي حضرتك حكيت عنه بغرض الهجوم او اصطياد الاخطاء او أنت مش هتصطاد مش هتلاقي لكن اللي هيصطادك شبكه النعمه وقوه الكلمه اللي هتجيبك وعيونك ازاي هتتفتح وقلبك قبل عيونك وتقدر تعرف الحقيقة فإحنا مش ضد اللي يبحث ولا اللي يسأل ولا ضد اللي عايز يعرف ولا ربنا بيرفض الناس دي لكن كلام حضرتك شجع جدا كل حد النهاردة حتى لو كنت بتقرأ بهدف حط إيدك على بعض الأخطاء أو الأمور اللي بتظن أنها أخطاء ومفاهيمك الخاطئة لازم تتصلح ونظرتك لازم تتشال عشان تشوف الأمور صحيحة الله كمان هو ماسك بإيدك وهيفتح عينك هو مش ضدك لكن هل بتشوف أن في فكر الحادي ماشي بنفس المنهاج يعني شاورنا على ناس يمكن بيتهيأ لهم حضرتك أبطلت كل كلام بيتقال أنه القرآن فيه آيات تؤكد تحريف الكتاب طيب ماذا عن الفكر الالحادي اللي النهارده بيسعى جاهدا تمام لا. هو الفكر الالحادي ليه يعني رد تاني او فكره تانية او طريقه تانية انا التقيت مره بكاتبه اسلاميه وانا كنت فاكر انها مسلمه فعملها اكلمها وبتاع واقول لها دي 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 فكره مش عارف ايه ده حديث قالت لي سيبك من الكلام الفاضي قلت لها يا شيخ حرام عليك الكلام فاضي ايه وبعدين رحت لها نصوص قالت لي ما قلت لك سيبك من كل الكلام ده قلت لها ايه الحكايه قالت لي ما انت عارف، قلت لها لا انا مش عارف حاجه. فقالت لي فاكتشفت طبعا ان هي اه مسلمه اسما ولكن في الواقع هي ملحده. بس ما تقدرش في مصر تقول انها ملحده. فبتقول اسما انها آه مسلمه لكن في الواقع انها ملحده. الحقيقه انا يعني الكلام ده بقى سنين طويله جدا لكن انا فاكر كويس قوي ان في وقتها انا الاول اتصدمت وبعدين قلت يا رب طب انا انا عايز اكلمها عنك. <applause> ومع ان هي طلعت مش في مش <applause> في الغرفه او مش في الكاتيجوري اللي انا رايح فيها ده انا رحت في حته غلط. فلقيت الحكايه ربنا على طول بعت لي الاجابه في منتهى البساطه. قلت لها على فكره انا بكلمك عن الله ان هو موجود وانت عارفه انه مش موجود. فانا يعني انا لقيت بعد كده الطريقه يعني ربنا اعطاني الفكره دي في اول مره ولقيتها بتنفع مع كل الملحدين. اول حاجه. <تصفيق> <تصفيق> انا سالتها بصي. انت عارفه ان احنا عندنا ادله لاثبات صحه الله وانا ممكن اقول لك شويه منها على قد ما افتكر اثبات صحه ان الله موجود الله موجود. الله. وجود الله yeah. ادله انه الله موجود yeah. احنا عندنا ادله لاثبات ان الله موجود تمام لكن انا هديك هوم ورك صغير <applause> بسيط خالص yeah. من فضلك انت بقى بتفكري بطريقه علميه وانا آه. كمان انا كنت باحث ماجستير صيدله وشغال وعايز اكتشف دواء للكنسر في الدكتوراه وقصه آه. فما تخافيش انا اصلا مش راجل كده مدروش بتاع الدين لا انا اصلا كنت باحث آه. من كام ساعتها قلت لها من كام و سنه دلوقتي عدوا لثلاثة 43 سنه آه. فقلت لها لا ما تخافيش انا بفكر بطريقه علميه اساسا فما يهمكيش آه. خلينا في العلم انا بقى هديكي واجب بسيط جدا آه. من فضلك حضري لغايه ما تقابل المره الجايه خدي وقت حضري اثباتات عدم وجود الله فدي بيسموها بالطريقه العلميه باي اكسكلوجن ماينس في ماينس يساوي بلس ناقص في ناقص يساوي زائد عدم اثبات أو عدم المقدرة على إثبات إنه غير موجود ده أول إثبات إنه موجود لما أنا مش عارف أثبت إنه مش موجود إحنا زمان أو بحاول أنفي وجوده تمام ده بيؤكد وجوده آه على فكرة الحتة دي فكرة علمية جامد يعني إحنا كنا في مرات يدونا الميكروسكوب في الامتحانات العملي بقى المتقدمه انه في ستاف كده حاجه صغيره بتاعه التي بي فكانت تبقى اللي هو النمونيا يعني. او التي بي اني واي السل بالبلدي <applause> وتبقى مش باينه وتبقى الستاف دي صغيره علامه حمراء والميكروسكوب هي يعني طبعا شريحه صغيره كده عينه صغيره لكن تبان بقى حقيقه الواحد يفضل يدور كان الصعب جدا اثبات ان الشريحه ما فيهاش الميكروبا او البتاعه دي المسببه للمرض ده، البتاعه الصغيره دي يعني تفضل تدور لما يبقى قرب الامتحان يخلص وانت مش لاقي. لكن لما بتبقى موجوده بنلاقيها على طول فبيبقى اثبات انها مش موجوده اصعب جدا، ليه؟ لان الاحسن تطلع موجوده. أيوه. فعشان كده يسموها الاثبات باي اكسكلوجن بالنفي فلما انت مش عارف تثبت انه غير موجود فده احتمال يكون موجود تعال اه. نخش على الاحتمالات التانية وحاول تفندها لي من خلال الطبيعه ومن خلال الكون ومن خلال الامور العلميه على فكره برضو يعني هو في منهم محطوط على السايد بتاع الكارما وفي ان شاء الله هنحطه في عندي ثلاث كتب والرابع هيتحط قريب على السايد بتوع الكارما واحد فيهم الله في الكون يعني أو إثبات وجود الله من خلال الكون وبعدين من واهب الحياة إثبات وجود الله من خلال الحياة حياة البني آدمين وحياة الميكروبات وحياة اللي فوق واللي تحت ففي إثباتات من خلال الكون وبعدين تحت من خلال الحياة إثباتات من خلال التلسكوبات و و و و و وا 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 الله واهب الكون الله واهب الحياة والتالت كان عن إثبات وجود الله من خلال الاخلاق وانا مسميه الله والاخلاق الثلاثه دول موجودين على السايت بتاع الكارما والرابع يعني يا اما دخل يا اما هيدخل قريب هو بيتكلم عن الله والخليقه الاربع م. كتب بيثبتوا الموضوع فمره تانية اللي عايز يكمل دراسه م. لكن خليني الحاجه السيمبل انه من فضلك اثبت لي الغلط اثبت لي انه مش موجود هيلاقيش اثبات وعلى فكره في نفس الوقت قلت للست دي حاجه لذيذه جدا قلت لها بصي انا بصلي له وهي على فكره اثناء الكلام حلفت بالله قلت لها ايه ده انا مش هصدق كلامك كلامك كله كلام فاضي قالت لي جرائيه دكتور ايه الطريقه دي قلت لها لا انت حلفتي بالله قالت لي لا لا ده اصل عرف <applause> قلت لها اذا كان مش موجود بتحلفي بيه ليه لما تقولي لي مثلا وحياه ابويا لا ده انت قلتي والله حلفتي بالله ده دليل وجوده <applause> ان انت بتحلفي بحاجه وتؤكدي يعني مصداقيه كلامك بسبب الله قالت لي لا ده مجرد عرف قلت لها لكن شفتي ليه قوته ازاي عموما انا هقول لك على حاجه اهم بقى انا بصلي له واحنا دلوقتي موجودين هو سمعنا بس انا هحط قدامك تحدي جايز انت دلوقتي مشغوله لان احنا مع بعض ومع الناس وفي وسط مكتبه لكن خلينا النهارده كده في هدوء طبعا هي ما اي نوع من الصلاه قلت لها تقعدي كده بهدوء وبصي له كده فوق وقوليله انت مش موجود انت هوا وشوفي يعمل فيك ايه راحت قالت لي وليه الرعب ده طبعا انا كنت بقولها كده انا مصلي yeah. فقالت لي وليه الرعب ده قلت لها تترعب وانا بقول لك على بعبع ولا عفريت انا بقولك على قوه الهيه انت خفتي منها ليه تفتكري لانه موجود وسامع الكلام ده وانت ابتديتي تخافي عارفه ليه من تاثيره عليكي نعم خافت قلت لها انت عارفه عارفه بدايه خوفك ليه انا مش بقول لك يعني انا أو أنا ما عملتش حاجه ما, ما عملتش صوت ساوند ولا مشكله ولا بتاع لا انا قلتلك حقيقه عن الله وهو استخدمها ليكي بروح القدس لانه بكت العالم على خطيه وعلى بر وعلى دينونه وكانت دي البدايه قلت كتب موجوده في كتب كتير ولا حبيت انه بنقعد تاني نقدر نكمل لكن سيبك من الاثباتات دي اذا خلصتيها او شبعتي منها ما تفرقش معايا يهمني بقى ان هو بيدور عليكي عشان تبقي بعد ما تموتي يعني على فكره بعدها فتره بسيطه للاسف الشديد آه لانها كاتبه شقيه وبتكتب ضد وضد وضد فاتقتلت عموما آه انا يعني كنت بريء من دم هذا لان <applause> انا وصلت رساله كامله انها تجيب وانا مستعد ان انا اكمل معاها الحقيقه ما كانش في فرصه لكن ما هي وصلت لايه قبل ما تموت على كل حال مسؤوليتنا المسؤوليه الاولى ان احنا نوصل الرساله وبعد كده ربنا هيستخدم الرساله. خليني عندي الـ الـ الاشواق ان انا اعمل كده وربنا هيحط كلمات في بقي اديني ممكن حلقه زي كده تساعدني لكن اللي ناوي ربنا هيستخدمه، ناوي على الكرازة او ناوي على انه يرد ربنا هيستخدمه بكل تاكيد. امين. اتكلمنا على جزء يهم احبائنا المسلمين ونفينا فكره وجود انه في القران حاجه تمس او تشاور ان الكتاب المقدس محرف خاطبنا بطريقه بسيطه الاحباء الملحدين كلمه اخيره لحبايبي المؤمنين ازاي احنا عندنا ثروه والثروه لازم تستخدم حتى تقدر الناس اللي في الظلمه تشوف النور تفتح. تمام احنا مسؤولين امام الله ما عرفنا عرفنا الله اذا كنا اذا كنت عزيزي المشاهد فعلا في علاقه حقيقيه بينك وبين الله الاثبات ان فعلا هذه العلاقه حقيقيه ان انت كانك في 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 صحراء جرداء ولقيت الميه لقيت الشبع مفروض ان انت توصل الاخرين دي مسؤوليه عليك والا في علامه استفهام عليك هتروح السما اذا فعلا كنت مؤمن هتروح السما ربنا هيلاقيك كده فاضي الوفاض ما عندكش حاجه ولا هتقول له هانذا والاولاد الذين اعطيتني اذا كل انسان عنده فرصه ان هو ياخد المبادره النهارده يدرس اكتر يقرب من ربنا اكتر يشبع بيه اكتر حتى يقدر يفيد على الناس المحرومه اللي هي عايشه في الضلمه ولن تدرك النور من كل قلبي بشكرك دكتور وبصلي فعلا بركات مضاعفه على حياتك واستخدام اكثر من كل الماضي احبائي بهذه الكلمات نكون وصلنا لنهايه حلقتنا صلاتي ان يبارككم الرب ويرعاكم ويحفظكم والى لقاء قريب ومعا نحو عالم افضل